تفضلي. أنا كنت مطلقة وجاني شخص طلب مني أن أكون زوجة ثانية، وبعد الزواج العقد الشرعي تبين أنني الزوجة الثالثة وليست الثانية. غشكي ها؟ ها؟ غشاك وقال أنك الزوجة الثانية، والحقيقة أنه أنك الثالثة. والسؤال، السؤال الآن هو هاجرني، لم يعد يرد على اتصالاتي ولا اتصالات أهلي. اتصلت بالأخ تاعه باش يكون محضر صلح ولا، لكن بدون جدوى. الآن ما نعرف لا راني مطلقة ولا متزوجة ولا معلقة ولا، والله ما نعرف. عفوا، أنت تزوجتي رسميا؟ العقد مكتوب ولا؟ لا، عقد شرعي يعني، كان الولي الأمر. لا يعني مش مسجل في الحكومة؟ لا لا لا. طيب وكيف؟ وأنا جزائرية وهو مصري. أنا الآن عند الأهل تاعي وهو عايش خارج مصر يعني. ألا ترى أنك أخطأتي لعدم التسجيل الزواج؟ لكن على أي حال، على أي حال، من زوجك؟ إمام مسجد ولا إيه بالضبط؟ لا، ما تزوجناش في مسجد، غير في مكان وين كان الولي الأمر بتاعي والشهود وهو يعني كان. طيب الآن أنت الآن متضررة لأنه تغيب عنك. نعم. تغيب عنك ولا؟ نعم والله، لا ضرر جسيم يعني. طيب يعني الآن لا يرد لا على اتصالاتي لا اتصالات أهلي، وخلاني هكا كالمعلقة. والله في لنا اتجاهان الآن، اتجاه الفتوى في المسألة ماذا نصنع، واتجاه آخر وهو اتجاه أننا نبحث عن هذا الشخص في مصر عندنا هو خارج مصر. هو أهله في مصر؟ نعم، أهله في مصر لكن هو خارج مصر. أيوة، أهله فين في مصر؟ ها؟ في منطقة اسمها من جهة الإسماعيلية. العموم لو تعرفي موطنه بالضبط ارسل رسالة على الهاتف الخاص. أما عن الحكم، إذا كان بالمثابة التي قلتيها يشكل مجلس، وإن استطعت أن تخطروه بأن الخلع تم، واحد يتدخل للخلع. يعني استدل الملكية في هذه المسألة بقصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة. الجواب عام لغيرها. في غزوة مؤتة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن حارثة، قال: فإن قتل فجعفر، فإن قتل فابن رواح. فقتل الثلاثة الذين رشحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمارة. فماذا يصنع المسلمون في غياب رسول الله؟ اصطلحوا فيما بينهم على خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتح الله على يديه، فتح الله على يديه. فيقول علماء: إذا غاب الولي الشرعي للمرأة فلها أو للمسلمين أن يصطلحوا على ولي آخر يتولى أمرها، قياسا على قصة خالد بن الوليد، والله أعلم.